بقول لك ايه يا روحي؟ حبيبتي يا ديري، انت مخطوبه؟ لا. متجوزه وتعولي؟ لا طبعا. ايه الريليشن شيب؟ انا اصلا مش مرتبطه يا مباهي. يا لهوي سنجل؟ يعني عليكي، امك بتقضي وقت فراغك ازاي يا حبيبتي؟ هو انا يعني لازم ابقى مرتبطه عشان اعرف اقضي وقت فراغي؟ لا 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 لا، انت فيري كومبينيشن. كومبينيشن؟ الله يخرب بيتك، ده انت نسيتيني الكلام. يعني مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ مش مرتبطه. يعني بايره. بايره؟ ايوه. مالك يا مباهي، جايبه لي عريس ولا ايه؟ عريس؟ كنت نفعت نفسي. صحيح، خطفت رجاله. على فكره انا متعود على صيد البط من وانا عندي 8 سنين، بس ما اعرفش ليه قلت معايا المره دي. معلش حبيبي، يمكن انت بقالك كتير مش تصطاد. هو انت كنت ازاي تصطاد وانت صغير؟ كنت احط الجلابيه في بقي واجري وراها في العش. ازاي حبيبي؟ انا مش فاهم. سيبك بقى من البط والوز وخليني في الغزال اللي قدامي ده. يلا نطلع فوق حبيبي. انا مالك ايه ده؟ انت رخيصه قوي. اكلمك تقول لي يلا نطلع فوق. انا احب التمهيد، احب الهداوه. خديني بالتدريج. معلش حبيبي، انا كنت عايز الحق اشبع منك، انا مسافر بكره. بالسرعه دي؟ معلش، بابا كلمني علشان موسم الحلوف البري، لازم الحقه قبل ما يهاجر. حلوف البري. طيب سافري بقى وسلمي لي على بابا، واستني هناك لغاية موسم البط المسكوفي. اوكي حبيبي، هطلع اجهز نفسي وانت ما تتأخر عليا. ورحمة الله وبركاته.